الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال الناطق باسم محافظة البصرة معين الحسن إن المشاريع الحكومية في المحافظة فاشلة وغير كفوءة على حد وصفه، وأضاف الحسن أن الكثير من المشاريع ومنها مشروع دار الأوبرا ومشروع السكك الحديدية ومشروع دوائر مجمع وزارة العدل الذي بدأ العمل به قبل 10 سنوات لم يشهد أي مراحل إنجاز جديدة حتى الآن، مشيرا إلى أن أغلب الشركات الاستثمارية لا ترغب باستلام المشاريع الحكومية في محافظة البصرة بسبب سوء الإدارة. قال محافظ القادسية زهير الشعلان إن جميع المشاريع الوزارية متوقفة ومتلكئة، متهما الحكومة بالعمل ضمن سياسة مركزية. وأضاف الشعلان أن الحكومة تدعي أنها تتعامل ضمن اللامركزية، بينما هي في الحقيقة تعمل عكس هذا، فهي تقوي المركز وتضعف المحافظات، لافتا إلى أن المشاريع الصغيرة تدرج ضمن مشاريع تنمية الأقاليم. وعلى سبيل المثال، لو جمعت المشاريع الوزارية في الديوانية ستصل كلفتها أكثر من 500 مليون دولار، بينما مشاريع تنمية الأقاليم لا تتجاوز 150 مليون دولار. قالت هيئة الإعلام والاتصالات إن قانون فرض ضريبة مبيعات على بطاقات الشحن تم خلال إقران موازنة عام 2015 والبالغ 20%، وعقب خفض قيمة الدينار أصبحت البطاقة من فئة 5000 دينار تباع بسعر الجملة ب 6250 دينارا، بعد أن كان يباع بسعر 6000 دينار، ليباع بسعر 6750 دينارا من قبل محال التجزئة، في حين أصبح سعر جملة البطاقة فئة 10000 دينار ب 12000 بعد أن كان بسعر 12050 دينارا، ليباع من قبل محال التجزئة ما بين 12750 دينارا و 13000 دينار. أظهر مسح جديد أجرته منصة S&P Global Platts أن الغابون والعراق هما الدولتان الأقل امتثالاً لحصصهما النفطية من بين أعضاء منظمة أوبك في شهر تشرين الثاني الماضي، حيث رفع العراق إنتاجه إلى 4,250,000 برميل في الوقت الذي تبلغ حصته 4,193,000 برميل فقط خلال شهر تشرين الثاني الماضي. وذكرت المنصة أن العراق عزز الإنتاج بمقدار 80,000 برميل في اليوم بمتوسط 4,250,000 برميل في اليوم في شهر تشرين الثاني، وهو أعلى بقليل من حصته البالغة 4,190,000 برميل في اليوم. أعلن مصرف لبنان المركزي تحديد سعر صرف جديد للسحب من الودائع الدولارية بالليرة اللبنانية عند 8,000 ليرة للدولار، بعد أن كان سعر الصرف من المصارف 3,900 ليرة. وقال مصرف لبنان إنه قرر رفع سعر صرف الدولار الأمريكي للحد من نمو الكتلة النقدية وتأثيرها على نسبة التضخم، مؤكداً أنه حدد سقف السحوبات الشهرية بحد أقصى 3,000 دولار أمريكي للحساب الواحد. وأوضح أنه اعتمد هذه السياسة إلى حين وضع خطة حكومية تتوافق مع المبادئ الاقتصادية والإصلاحية ومتطلبات صندوق النقد الدولي. كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أن مبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة تصب في نهاية المطاف في النظام المالي الأمريكي. وقالت الوزارة إن هناك أسباباً للاعتقاد أن أفضل مكان في الوقت الحالي لإخفاء وغسل أموال مكتسبة بالاحتيال هو في الواقع الولايات المتحدة، وما زالت سويسرا وجزر كايمان مستهدفة من سلطات الضرائب في جميع أنحاء العالم. ختام الموجز، إلى اللقاء.